فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره بعض الأمور لكنك لو اطلعت على الغيب لفرحت بها. يوسف عليه السلام يخرج من حضن أبيه وأمه وهو صغير ويجذب من بين يدي والده بحيلة، ثم يذهب به إخوانه ويتلتلونه بين هؤلاء الإخوة الكبار ويتآمرون عليه ماذا نفعل به، حتى أخذوه وألقوه في الجب. ولك أن تتخيل هذا الصبي الصغير وهو ملقا في الجب على هذا الحال بين عقارب وحيات وفي فزع من ظلمة هذا الجب، وهو لا يعلم أن الله تعالى خبأ له في الغيب أمورا لو علمها لفرح بهذه المصيبة. وإذا به يخرج من الجب ثم يصبح بعد ذلك عزيزا في مصر، ويصبح سيدا من ساداتها ووزيرا من وزرائها وكبيرا من كبارها، ويدخل أهل مصر في الإسلام بسبب يوسف عليه السلام، ويكون هذه المصيبة التي نزلت عليه هي فتح باب في دخول الناس في الإسلام وفي حفظ اقتصاد بلد كامل بسبب وقوعه في هذا الجب. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.